وناس فيها عندهم كمية من الجهل والغباء لا تحتمل. اللي بده يضارب بده يتحمل الريسك. إنه مصرف لبنان صار على الجنب. على المدى القصير طبعا اللي عم بيصير هلا بالسوق هو شغله مضاربات بالمدى القصير، بس هل تغير شيء بالاساسيات؟ ما تغير شيء بالاساسيات. اكيد الانفراج السياسي في حال صار انفراج سياسي ممكن يستتبع تغيير بالاساسيات على صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي او على صعيد يعني اجراءات اصلاحيه تعدل شيء بميزان المدفوعات، اما انه مجرد انفراج هالقد محدود بعد مش معروف اصلا شو بده يكون له اثر على المستوى السياسي، يعني على المستوى وضع لبنان بالمنطقه وعلاقته بدول الخليج، بعتقد كثير مبكر انه نعرف إن شو بياثر على سعر صرف الدولار. وبعدين المشاكل فيما يتعلق بسعر صرف الدولار اكبر بكثير من انه يحل انفراج من هذا النوع. خلينا نحكي ب لونج تيرم دايركشن. هلا بعده الترند صاعد، يعني بعده ما في شيء يلزم، بتلاقي تذبذبات، بتلاقي شهر بيهدي، اسبوعين بتلاقي نزل، بس الاتجاه بعده اتجاه صعودي طالما انه ما في تغيير بالاساسيات. الشغله الاساسيه انه طالما انه الدوله هلا في ضغط عليها انها تزيد الرواتب بالاسلاك العسكريه والاسلاك المدنيه، طالما انه كل يومين راح تلاقي تظاهرات من هون ومن هون ويرفعون لبدل النقل فهيكون في ضغط على الدوله انها تزيد الكتله النقديه اللي عم تصرفه كله عجز، وزائد كمان القطاع الخاص راح يكون عنده مشكله من هذا النوع. فطالما انه نحن بهذا الوضع ما في امكانيه انه تحكي عن سقوف لحركه الليره. اللي بنعرفه اكيد بالاساسيات انه مصرف لبنان ما عاد قادر يتدخل، هذه نقطة، يعني وصل لجنب. اثنين، انه ما في تقدم بالشغل مع صندوق النقد الدولي، وهذه هي المشكلة الأساسية. طالما انه نحن مش قادرين نوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كل الحكي تفصيل. إذا بدي أحكي اللي بده يضارب بده يتحمل الريسك، أما اللي عم بيطلع على long term direction ما حدا هلا ممكن يعطي نصيحة إنه روح اشتري ليرة بهذا الظرف. نحكيها باللغة كتير هيك شعبية، إنه مصرف لبنان صار على الجنب، ما عادش قادر يتدخل ويعود هاي الأموال اللي كانت عم تتهرب من البلد. يعني هذا العجز الكبير بحركة رؤوس الأموال. فلذلك هلأ أي ضغط عم بيصير مصرف لبنان مش قادر يعمله شيء. خلينا ناخد بس مثال بسيط بموضوع البطاقة التمويلية. هذا اتفاق نحن بأمس حاجة للدولارات، راح بنك الدولة عطانا 246 مليون دولار، وافق عليه مجلس إدارة البنك الدولي ونعطى للبرلمان اللبناني لا يصادع عليه. شيء عجيب، جنون صار، انه مجلس النواب قاعد عم بيحط شروط على البنك الدولي، وشروط غريبه واسمح لي اقول انها غبيه وتنم عن جهل. يعني اللي كانوا قاعدين بالمجلس النيابي وقاعدين عم بيتفننوا بالتعديلات وبيفرضوا شروط على البنك الدولي، وناس فيهم عندهم كميه من الجهل والغباء لا تحتمل، لانه ملف القرض منشور موجود على موقع البنك الدولي ومعروف شو الكريتيريا اللي بيشتغل عليها البنك الدولي. فصاروا يعملوا توصيلات وتقطيعات بهذا القرض، خلى انه مجلس اداره البنك الدولي يرجعه، ما راح يقبل بتعديلات مجلس النواب. فبهذا القدر من انعدام المسؤوليه على شغله صغيره بالنسبه لوضع لبنان، 246 مليون دولار وبس، لكن هي ملحه جدا لمساعده الاسر الاكثر فقرا. اذا بهذا الموضوع بس، بهذا الملف، هل قد كان في قله مسؤوليه وهل قد كان في جهل وغباء بالتصرف؟ فما بالك لما نوصل للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ هل يعول على مجلس النواب
انه يقدر يتحمل مسؤوليه، انه يقدر يفهم شو نوعيه الحكي مع صندوق النقد الدولي وشو عم يطلب صندوق النقد الدولي، انا اشك بذلك. الاساس هو بالاشكال السياسيه، عندك حكومه مشلوله، طالما انه الحكومه مشلوله، طالما انه الوضع بين ايران والقوى الغربيه عالق بعنق الزجاجه، يعني مفاوضات نوويه لا بدهم يعلنوا وفاتها ولا بدهم ولا في امكانيه ان تتقدم لقدام، واضح انه نحن بهذا الوضع من الشلل، وطالما انه نحن بوضع من الشلل يعني وضعنا مش جامد، وضعنا عم يتدهور لانه عم تاكل من لحمك الحي، يعني من مدخرات الناس وما تبقى من امكانيات الصمود. فطالما انه وضعنا بالسياسي هيك بدك تتوقع الأسوأ بالاقتصاد، لانه وصلنا لمحل انت صار لك سنتين عم تستنزف حالك، وصلت لمحل شو بقي هلا بعد تستنزف.